دي صينية بطاطس كده من البطاطس المهروسة. نسلق البطاطس كويس قوي ونعملها بالسبانخ والمشروم. عايزين تحطوا كمان لحمة متعصجة فيها، بتطلع تحفة وطعمها يجنن. هنحتاج ايه؟ كيلو ونص بطاطس مهروسة تتسلق كويس قوي 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 وتتهرس كويس قوي قوي قوي. محتاجين بقى سبانخ وطبق مشروم فريش ومعلقه كبيره توم وكوبايه كريمه، ممكن يبقى كوبايه لبن بدلها، مكعبات الجبنه الكريمي المربعه، 2 كوب جبنه تشادر وموتزاريلا، برضو ده اختياري وبراحتكم. طيب هنعمل ايه؟ هنحط الاول زبده كده على شويه من الزيت بالشكل ده ونشوح. اكتر حاجه محتاجه كده تشويح المشرومز. ونروح نجيب السبانخ بتاعتنا ونقطعها اي تقطيعه عشوائيه. كده تمام، نشوح تشويحة لذيذة ولطيفة. ما نحطش الملح على المشروم أبدا في الأول علشان ما يبكش ميته ويفقد السوائل اللي فيه. ناخد السبانخ جنبنا علشان نروح نحطها على المشروم. من الأطباق اللذيذة جدا وبحبها جدا الطبق ده، لانه لو انا عايزه اعمله لايت يعني ما فيهوش ولا جبن ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص بيطلع تحفه. البوتاجاز طبعا كالعاده ما كانش مفتوح، ابقوا فكروني يا جماعه قبل ما اطلع افتح البوتاجاز. اكتشفت دلوقتي ان انا يعني عملت كل حاجه، هي كانت طاسه سخنه بس ايه مش سخنه قوي زي ما انا عايزه عشان مش فاتحه البوتاجاز. المشرومز بالشكل ده كده تسخن بس ونحط السبانخ على طول، ما بياخدش وقت خالص. نجهز البطاطس سريعا. البطاطس يستحسن ان هي تتهرس وهي سخنة عشان تكون سهلة معانا بكتير. اوكي، هنحط عليها الجبنة المربعات، انتوا عارفينها كلكم مربعات الجبنة. هنحط عليها الكريمة او اللبن زي ما تحبوا، والملح والفلفل زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت ايه؟ سلقين البطاطس كويس قوي. البطاطس اهم حاجة تتسلق، ما بحبش احط البطاطس دي في يعني ما اعملهاش بالهاند بلندر ولا اعملها في الخلاط علشان ما تمطش. لو حطيتوها او عملتوها بالهاند بلندر هتلاقوها بتمط معاكم، وده مش المظبوط، يعني مش المفروض ان هي تبقى بتمط. في وصفات تانية فيها وصفة البطاطس فيها مطة، هنا انا عايزاها مهروسة. نكهناها ملح وفلفل، جبنه مربعات، ممكن تحطوا اي نوع جبنه كريمي انتوا عندكم بتحبوه، كوبايات او مربعات او اي حاجه، هتديها نكهه لذيذه قوي. والمشرومز كده تمام. هنحط السبانخ على الثوم ريحة الميكس ده دايما بتجذبني جدا. ملح وفلفل دلوقتي تمام. نديها تشويحة بسيطة، نجهز القالب. البطاطس بتاعتنا اتهرست، مش محتاجة زبدة من جوه. لو انتوا حابين اوكي، انا شايفة ان هي كده تمام قوي. نجيب الطاجن ونعمل الرقات. الرقات بتاعتنا تقدروا تحطوا فيها لحمة مفرومة او ما تحطوش زي ما تحب. هاخد كده البطاطس يا
نحط جبنه في النص كده، ننزل بقى كده كل الخلطه بتاعتنا اللذيذه دي كده. ما تهروش قوي الخضره يعني، بصوا هتلاقوها لسه خضره كده، هي يا دوبك تدبل وخلاص. اوكي، زي ما بقول لكم لو عايزين الاكله دي لايت هتنبسطوا قوي بيها، مش هتحسوا بالذنب خالص. شيلوا كل الدهون. حطينا الجبنه في النص وحطينا الخلطه، نيجي بقى بعد كده نحط بقيه كميه البطاطس بتاعتنا. اكله مفيده جدا جدا جدا، حلوه قوي للولاد اللي ما بياكلوش سبانخ، هينبسطوا عشان فيها جبنه ومش هيعرفوا اصلا ان دي سبانخ. نعمل كده، لو فيها لحمه مفرومه تمام، ما فيهاش احنا مقدمين المشروم على انه هو البروتين، لو احنا عايزين يبقى فيها بروتين. كل حاجة مستوية، مطلوب ايه؟ مطلوب ان هي تبقى سخنة وتدخل على فرن، نفتح لها الشواية كده شوية تسيح الجبن اللي هنحطها في الاول وخلاص على كده. هي دي الجبنة، ميكس جبن بقى براحتكم. يلا بينا ندخلها الفرن. عشان تعرفوا بس ان احنا البطاطس دي كنز في البيت، كنز. ولا تحتاري ولا نتذلل المكرونه ووصفات المكرونه والرز. طيب ندخلها بقى الفرن دلوقتي. درجة كده كويس يا استاذ حمدي. استاذ حمدي قال لي حطي في الفرن تقفي كده. اللي عملناها بالسبانخ والمشروم، حاجة بقى آخر شياكة دي أهي، جميلة قوي 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 وهتنبسطوا بيها جدا جدا جدا.